المان تو مان ديفنس. كرة مع هاشم على 3 بوينتس وبيسجل اكيد اوبن شوت بده يسجل. أربعة. هاشم فيك بالشمال وبيسجل نقطتين رائعات هاشم عباس. كانها نقطتين يعني اي تمريره مساعده تعطي نقطتين للفريق. الكره الضائعه تكلف الفريق 4 نقاط وفي بلوك شوت اكيد الفرديه هيك راح يصير كمان. نعم فريدي وبيسجل نقطتين. هاشم لهاني. هاشم على 3 بوينتس وبيسجل 3 بوينتس على 3 بوينتس وفي ريباوند من هاشم عباس وتسجيل نقطتين. عابدين لأمين وفي محاولة ستيل. عابدين عفوا أمين وفي أوفنسيف فاول أتوقع لازم شوفها على البطيء. لا خطأ أوفنسيف فاول أوفنسيف حمارشي وستيل من زيد عباس وهاشم. الكرة مع هاشم وبيدخل وبيسجل نقطتين بينزل 3 بوينتس بتضيع وريباوند من هاشم عباس وبعمل فيك وبيسجل نقطتين برجع أوفنسيف ريباوند لشاهر لا هاشم عباس وبيسجل ثلاث نقاط بنزل الفارق لثلاثة لهاشم عباس. هاشم سبع ثواني وبيسجل هاشم عباس يعني ترفع القبة على النادي الأهلي بالتسجيل. يعني شفنا هاي المباراة الأقرب كانت بالنتيجة بين الفريقين في هاشم عباس وبشوت على 3 بوينتس وفي ريباوند من زيد عباس ولهاشم عباس وبسجل نقطتين بعيد لنهاية المباراة وستيل من سام لهاشم عباس وخطأ خطأ السلة تعتبر رميتين. نعم فاللاعب كانت حيازة معه وبدأ بالخطوة الأولى سجل الأولى أعصاب حديد من هاشم عباس. تسع ثواني لسه ما خلصت الجيم لسه طبعا لسه في وقت أكيد. بسجل الثانية في تايم الكرة مع عابدين والكرة بحيازة الأهلي. سبع ثواني لستيل اللي أخده هاشم عباس هو الأغلى.